العلاقة بين المؤسسة والأسرة، أو العلاقة بين المستخدمين والمؤسسة. العلاقة بين المستخدمين والمؤسسة هذه مدونة الشغل اللي كتأطرها، ماشي وزارة التربية الوطنية أبدا. وهذا الأمر اليوم هذا حق مشكل، خصنا نستدركوه إن شاء الله في التعديل المقبل لهذا القانون. لهذا هذا الورش حنا فتحناه ودعينا لهذه المؤسسات الخاصة باش يجلسوا معنا ويعطيونا الموقف ديالهم، كيفاش كيشوفوا العلاقة بين الأسر وهما والدولة أيضا. خصنا لابد، لأن اليوم بان بأن كان واحد المشكل ديال التنسيق في تدبير هذا الملف بين القطاعات الحكومية، بين وزارة التشغيل وبين وزارة التربية الوطنية، لأن واحد مكلف بالمستخدمين، واحد مكلف بالجانب البيداغوجي، شكون اللي خصو يدير شكون اللي ما خصوش يدير، هذا هو المشكل. دونك حنا شنو درنا؟ درنا واحد المبادره مهمه اساسيه هي الوساطه. دعينا الرابطه والفيدراليه وجلسنا معاهم وطرحوا لنا المشاكل ديالهم بالتدقيق، وعيطنا للجمعيات اولياء التلاميذ كاملين وجلسنا معاهم وطلبنا منهم باش يجلسوا ويحلوا المشكل في اطار ذاك العقد الشرفي اللي بيناتهم، وطلبنا من مديري الاكاديميات باش يديروا هاد اللقاءات ويزيدوا يجسروا بيناتهم. اكثر من 14 لقاء من بعد اللي تم في كل مديريه اقليميه باش يقربوا اوجه النظر بيناتهم. ما يمكنليش انا نجي نقول لا خاص المؤسسه ديروا 50% ولا 30%، باش باي حق انا غادي؟ راه واحد العدد المؤسسات الخاصه خرجوا وقالوا والوزير ما علاقته بهذا الملف، ما عنده ما يفتح لينا في هذا الشيء ابدا، وعنده الحق. ولكن قلنا لهم الله يخليكم، راعيوا الظروف ديال هاد الاولياء التلاميذ اللي فقد العمل ديالو، اللي تقلص الاجر ديالو، ديروا لهم تسهيلات، ديروا لهم تخفيض، ديروا لهم استثناءات، اجلوا لهم. وكان تجاوب كبير، ولكن واش انا غادي نتبع 5828 مؤسسه ونعرف كل مؤسسه شنو دارت مع هذوك الاسر ديالها؟ ما يمكنش ابدا، يستحيل. وهذا الشيء ماشي من الاختصاص ديالنا. الاختصاص ديالنا هو العمليه البيداغوجيه، حرصنا على ان المؤسسه تقدم واحد الخدمه في اطار استمراريه بيداغوجيه. ودرنا طلبنا المديريات الاقليميه كامله باش يراسلوهم ويشوفوا واش كان تعليم عن بعد. ويمكن لي نقول لكم 96% كان تعليم عن بعد بأي وسائل، بكل الوسائل. كيف تم اعتماده في التعليم العمومي؟ التعليم العمومي شنو درنا؟ درنا تلميذتيس، المنصة الإلكترونية فيها 6000 مضمون، درنا البث التلفازي، درنا الأقسام الافتراضية 758 في المنهجية اللي اعتمدناها، ودار أيضا بالنسبة للإعدادي جميع المستويات، وبداو كيوزعوها أيضا، لأن هذيك الكراسة غتكون مهمة في شهر شتنبر لاستدراك هاد النواقص اللي يمكن لهم يتبينوا في هذه الفترة هذه. دونك هاد الأمور حنايا مقتنعين بأن كان واحد المشكل في التعليم عن بعد، ولكن ما كانش عندنا خيار آخر. نرجع للتعليم الخصوصي، قلت واحد العدد المؤسسات تجاوبات، كاين 5828 مؤسسة على المستوى الوطني، 1,046,000 تلميذ، راه 1,046,000، هذوك راه مغاربه، هذوك راه خدمه عموميه. انا كنت ديما كنقولها وكنعاود نقولها، التعليم الخاص يقوم بواحد الخدمه عموميه، هو امتداد ديال التعليم العمومي. لهذا ما خصناش نهدموه، خصنا نعرفوا الهيكله ديال التعليم الخصوصي ايضا. كاين ماشي 100% هما مؤسسات كبرى، راه 80% مؤسسات على قدها، صغيرة متوسطة، جد صغيرة صغيرة متوسطة، اللي يمكنها تمشي للإفلاس. شنو عندها؟ واش عندها شي كابيتال ولا شي حاجة باش كتعيش؟ كتعيش بداك داك الرسوم اللي كتاخذ من الأسر. لهذا فاش كيجيو أسر وكيقروا بينا ما يأديوش، مشكل. خصنا نشوفوا حالة بحالة. الموظف اللي ما تقاسلوش الاجر ديالو علاش ما غاديش يخلص؟ خصو يخلص. شنو من بعد ولاو كيقولوا الاسر بان
راه الوزير قال بينا التعليم عن بعد ماشي هو التعليم الحضوري، ولكن الخدمة تقدمات. ما كنقولش بينا ماشي بحال بحال في الجانب البيداغوجي، ولكن الخدمة تمت. ويمكن يقول لكم بأن التعليم عن بعد كياخذ أكثر وقت من الأستاذ والبيداغوجي ديالو أكثر قريبة أكثر من التلميذ على التعليم الحضوري. التعليم الحضوري راك في قسم عندك 30 ولا 40 في القسم وكدير الدرس ديالك. التعليم عن بعد فاش كيكون التواصل مع التلميذ راه تلميذ بتلميذ، دونك يطلب واحد المجهود كبير. هاد الأساتذة خصنا نخلصوهم. لهذا الموقف ديالنا كان باش يكون واحد تواصل بين المؤسسة الخاصة والأسر، ويكون واحد اتفاق اللي ما عندوش باش يخلص ما يخلصش. وبزاف المؤسسات هادشي اللي داروا اجلوا نقصوا من 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 هاد الرسوم، وكاين اللي زولوا كاع هاد الرسوم خطره. فاش كيفقد واحد اب اسره العمل ديالو صافي تم التنازل على الرسوم بطريقه نهائيه. ولكن موظف اللي ما تقصلوش الاجر ديالو علاش ما يخلصش؟ دونك واحد العدد ديال الاسر شنو كانوا كينتظروا؟ باش الوزاره تقول غنديروا 50% جميع المغاربه، ما يمكنش. راه الدوله كتاخذ ضرائب حتى هي ايضا. راه دابا المؤسسه فاش غادي دير سميتو التقليص او لا الاعفاء ديال الرسوم خص واحد التوقيع على واحد لاتيستاسيون، لان هذاك راه مطالب من الضريبه بان راه المداخل راه تقلصات. علاش؟ وخصو يشرح الوضعيه ديال ذاك الاسره علاش ما اداش. هو متبوع بالضريبه. دونك حنايا ما بغيناش ندخلوا في هذا الديتاي، ولكن حنايا كتعرف الصراحه اللي بيناتنا خصنا نعطيكم جميع المعطيات اللي عندنا باش يكون عندنا نفس المفاهيم. ودخلنا بخيط ابيض، وهذا هو المعنى، خيط ابيض بين الاسر وبين المؤسسات الخاصه في اطار هذه الوساطه. لماذا؟ لان غدا المشكل ان شاء الله غادي ندوزوه، وشكون غيبقى؟ غتبقى الاسره والمؤسسه. ما خصناش هاد الاسره تغادر هاد المؤسسه وتمشي تقلب في مؤسسه اخرى او تجي مؤسسه، خصنا تبقى. لان النهار اللي لجؤوا لهاد المؤسسه راه واحد الثقه، واحد الامور كان واحد تغيروا لان العلاقه توترات. عادي، هذه وضعيه خاصه. خص كل واحد يستحضر بان حنا في ظرفيه استثنائيه خصنا نمروا منها. راه المؤسسات الخاصه واعيين بان راه غادي يتقلص المداخل ديالهم، ومستعدين لتقليص المداخل. واليوم هما كيطلبوا الحكومه باش تكون واحد الاستفاده. ويمكن نقول لكم هنايا حتى اليوم ريال واحد ما مشاش للمؤسسات الخاصه، ريال من هذا الصندوق الكوفيد ولا من السنسس، ما كانش استفاده نهائيا. بما ان حنايا قلنا بان التعليم عن بعد داخل في الاستمراريه البيداغوجيه، وجميع المؤسسات لابد تقوم بهذه الاستمراريه البيداغوجيه، درنا جميع المؤسسات الخاصه في ما نسمي باللائحه السلبيه. دونك فاش كديروا في اللائحه السلبيه لن يمكن ان يستفيد. ولكن بعد ارتئينا بان كاين واحد الفئه اخرى اللي كتعرف الهشاشه، هما السواق، هما المرافقات، هما هذوك المربيات. هذاك شنو ذنبهم مساكن؟ حتى دابا ما مخلصين. دونك درنا واحد القرار اضافي اللي باقي ما خرج مع السيد وزير الماليه والسيد وزير التشغيل باش نستنيو هذه الخدمه، لان هذه الخدمه ما تماتش في هذا الوقت، ويمكن لهم يستافدوا من هذا الصندوق. والحمد لله كان التجاوب ديال الاخوان في الحكومه. دونك الله يخليكم، خصنا نشخصوا المشكل ونعطيو القيمه لكل حاجه. كنتفهموا وضعيه الاسر اللي مساكن الله يكون في العون، اللي فقدوا العمل ديالهم، هذوك ما يمكنش نفوتوهم ابدا. ودرنا واحد اللجان على المستوى المديريه الاقليميه باش ندرسوا هذه الحالات حاله بحاله. ودخلنا احنا كطرف باش ما يمكنش المؤسسه الخاصه تجي وتقول لا ما نهضرش معاك اولاد. هذا الامر اللي قال السي جمال بان ما كاينش تواصل. اليوم كاينه لجان اقليميه اللي غادي تضبط هذا التواصل،
وغادي يدرس هاد الطلب ديال 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 الاستثناءات في الاداء ديال الرسوم. لهذا وانتم من جهتكم ساعدونا باش نخرجوا من الازمه، وساعدوا باش نقربوا اوجه النظر بين الاسر وبين المؤسسات، لان لا الاسر لا المؤسسات كيعرفوا واحد ظروف واحد وضعيه خاصه ومزريه، وجميع دابا المغرب جميع دول العالم كيعرفوا ظروف استثنائيه. لهذا كيفاش يمكننا نخرجوا ناجين من هاد من هاد من هاد من هاد الجائحه. الشق اللي مهم هو التأطير القانوني لهاد الامور. دابا الحمد لله واحد العدد ديال الاستنتاجات عندنا، وفضل هاد الاستنتاجات غادي نشتغلوا على هاد الوثيقه التشريعيه اللي ان شاء الله غنقدموا لكم في الدخول المقبل. لان اليوم انتم لاحظتوا في مجالس حكومات المشاريع ديال المراسيم والقوانين اللي قدمنا كانت تعطت الاولويه لتدبير هذه الجائحه، الاولويه الكبرى تعطت هذه. احنا المخطط التشريعي ديال تنزيل مقتضى القانون الاطار جاهز، وان شاء الله يوم 17 يوليو السيد رئيس الحكومه غير اصل اللجنه الخاصه لتتبع تنزيل مقتضى القانون الاطار اللي فيها جميع المراسيم والقوانين اللي غادي نحيلوا عليكم ان شاء الله ابتداء من الدوره الخريفيه، واللي غيكون عندنا الورش الكبير. قانون 4 قانون 5 قانون 6 درنا واحد المدونه ديال قانون التعليم المدرسي اللي دخلنا التعليم الخاص في التعليم المدرسي باش ما يبقاش هاد لا ديكوتومي بين التعليم الخاص والتعليم العمومي. وغادي ناطروا على العمليه كامله باش يكون واحد الثقه. خصنا الثقه هي الاساس، والثقه كاين مشاكل في الثقه. علاش؟ في الاول كاين المشكل ديال التامين اللي ديما كيرجع التامين. من الاول كان خصنا نقولوا بان هذيك داكشي اللي كيقدموا الاسر للتامين هذوك راه كان كيستعملوا باش نخلصوا الاساتذه شهر يوليوز وشهر غشت، والتامين ما يمكنلوش يتجاوز واحد 50 درهم، لان شركه التامين كتقول لك بان التامين لن يمكن ان يتجاوز 50 درهم. دونك واحد الصراحه، واحد الوضوح، واحد الشفافيه. ناخذ 50 درهم كاقصى قدر بالنسبه للتامين، ولكن نطلب شهر يوليوز وشهر غشت، لان هذوك الاساتذه راه خصهم تكون عندهم واحد الوضعيه سليمه بالنسبه للسنه كامله. دونك هذه هي المقاربه اللي بغينا نديروا في هذا القانون ان شاء الله، وهذا القانون ما يمكن نديروه الا بشراكه مع المهتمين. كاين ايضا في ظل الماده 13 14 قانون الاطار كاين واحد العدد، كاين واحد اعاده النظر في هذه الشراكه مع القطاع الخاص، ولا سيما كيف يمكن ان ينتشر في العالم القروي ويساهم في التمدرس على المستوى ديال القروي بدعم من الدوله. هذا الامر كامل كيف يمكن ان يمنح واحد المنح بالنسبه للاسر المعوزه باش يبقى شريك حقيقي، وما يبقاش اليوم هذه النظره النمطيه للتعليم الخصوصي بان يستنزف اموال الاسر وداك الشيء راه كيقدم واحد الخدمه. لا، القضيه اللي قال السيد النائب المحترم هذا ايضا في جدول الاعمال هو تفييق هذه المؤسسات الخاصه. حسب ماذا غنشوفوا؟ واش الشيف دافير ما يمكنش واحد عنده واحد الجيزات واحد الامور وهذا وانت كتجي ما عندكش داك الجيزات وكتطلب نفس الثمن. خصنا نموذج واحد تربوي وبيداغوجي، ولكن كل واحد فضاءات، كل واحد حسب هذا. دونك خصنا واحد التصنيف واحد التفيق ديال هذا التعليم الخصوصي. دونك ان شاء الله موعدنا في الدوره الخريفيه لدراسه هذه مشاريع القوانين اللي غادي تكون اساسيه بالنسبه لنا. التعليم الخصوصي، التعليم المدرسي الالزاميه، التعليم الاولي، هذا كامل ان شاء الله غادي يكون الورش ديالنا ديال الدخول.